أطلقت شرطة مقاطعة لوس أنجلوس النار بالخطأ على هذا الرجل جون وينكلر، منتج لامع يبلغ عمره 30 عاما، والذي عمل مؤخرا منتجا مساعدا لتوش. وكان وينكلر وصديقه يقضيان وقتا في شقة جاره في غرب هوليود، ولكن لجاره شريك سكن يدعى ألكسندر ماكدونالد. قرر هذا الرجل التسلق إلى شقته من الشرفة باستخدام سكين مطبخ، ثم جن جنون ماكدونالد وبدأ عراكا مع الآخرين حاملا سكينة. استجابت الشرطة للبلاغ حول رجل نحي يرتدي قميصا أسود ويهدد الرجال في الشقة. استطاع أحدهم الفرار، ولاحقت الشرطة رجلا مطابقا للأوصاف. دخلت الشرطة إلى الشقة لتجد ماكدونالد يخنق الرجل الثالث، تم إيقافه واعتقاله. اعتقد العناصر أن الهجوم ما زال قائما، ولكنهم أصابوا وينكلر وقتلوه بالخطأ. أعطي العناصر مؤقتا عن أداء عملهم حتى الأسبوع المقبل.